في تونس كل سمعت في الأربع فرق من با كالكز أور من الكوميونيكاسيون الناس كل سمعت وش صار تعرف انت العلاقة لا تعرف ماذا إلى عقون سون إستوار فيك بودريقة قلت له خلاص طول مش نجي مشي جيت يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا عملت حسيت تقريبا وكان مقابلة لي لا فهمت مغامرة كبيرة مغامرة بالفعل لأن المقابلة الأولى هي اللي تأهلك مش تمر نعم الحمد لله المقابلة الأولى ما تتأهلنا بصراحة لأن لاعبين فهموا الطريقة بصراحة وكانوا منضبطين وما مش دوائد كان حديث لسعد الشابي اللي جا للرجاء أنا كنعرف الصراحة ديالك دائما هل كان فوز البزرتي وراء أو تدخل حتى يجي سعد الشابي للكرة المغربية ولا الرجاء لا بكل صراحة لا نعم. لا بكل صراحة لا قبل ما ندخلوا لان عندنا اسئله اللي غنختموا بها ان شاء الله هذا اللقاء سي فوزي البنزرتي بالنسبه يعني للجماهير حول يعني دائما فريق الوداد ولكن عندي نبغي نسولك على اللقاء الهام امام فريق كايزر شيفز كيفاش تشوف يعني فريق الوداد وان شاء الله الوصول للمباراه النهائيه